هذا المنتدى من أهم المنتديات على المستوى العالمي. أعتقد بأنه هذه الدورة اختارت مفهوم الديمقراطية، لابد من أن نطرح تساؤلات جديدة في ظل ما يشهده العالم من تحولات مجتمعية العولمة، وكذلك الخطاب الشعبوي التي نشهده في العديد من الدول، وبالتالي لا بد من رسم مفاهيم جديدة لمفهوم الكلاسيكي للديمقراطية. هل لا بد من ديمقراطية بمفاهيم جديدة؟ أعتقد أن هذا المنتدى سيجيب من خلال مقاربات جديدة، وخصوصا وأنه يستقطب العديد من الباحثين والعديد من المفكرين، لا في المجال السياسي ولا الدبلوماسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي. وأعتقد أنه لا بد في هذه المرحلة أن نخرج بمقاربات جديدة تجيب على تساؤلات التي يطرحها العالم في ظل هذه التطورات التي نشهدها على المستوى العالمي. وأعتقد بأنه لابد أن تكون هناك مفاهيم جديدة. طبعا المغرب يفتخر بنموذج جديد، بدستور جديد جاء بالديمقراطية التشاركية، بالديمقراطية المواطنة، وأعتقد كذلك لابد أن نلامس تساؤلات الراهنة المطروحة على المستوى العالمي. وعلينا عن القول إن ما تحقق في أصيلة لم يكن سهلا. depuis presque 19 ans je viens chaque année à Sylla participer au festival, participer aux rencontres intellectuelles, aux discussions sur les grands thèmes qui intéressent l'Afrique et le monde. Et nous devons tous rendre un grand hommage à Mohamed Benaïssa, maire d'Assila, et toute la population d'Assila qui chaque année accueille les participants à ce festival et nous permettent de nous rencontrer et d'échanger. Nous vivons un monde très difficile où il y a des défis sécuritaires, des défis économiques, mais Assila nous permet de nous retirer de toutes ces questions pour réfléchir et voir comment améliorer la vie, les relations entre les êtres humains, entre les pays, les cultures, les continents. C'est ça Assila. Assila est une belle ville et le festival d'Assila est un grand festival.